أهل السنة والجماعة والسلف الصالح الفرقة الناجية ليس لهم إمام ينتمون إليه إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومضايق النظر في هذه المسائل توجب على طالب العلم أن يديم النظر في كتب الآثار، ولا يكمل الفقه إلا بالآثار، وإنما كان فقه الأوائل من الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد هو الاعتداد بالآثار والتفقه فيها، ولا سيما ما يتعلق بمناسك الحج، فإن أحوج باب من العبادات إلى الآثار هو باب المناسك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه وعرفوا أحكام نسكه، فما جاء من الآثار عنهم ينزل منزلة عظيمة، لأن الأشبه أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج والعمرة عبادتان توقيفيتان، والصحابة منزهون عن القول في أحكامهما بشيء لا يعول عليه، وإذا هجر هذا الأصل في المناسك خاصة تعطلت كثير من الأحكام، فما سلف من إيجاب الدم عند ترك الواجب فيه أثر ابن عباس عند مالك في موطئه بسند صحيح أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. والذي يخرج عن هذا فيقول لا يجب عليه الدم لعدم الدليل من الكتاب والسنة خارج عن قانون الأدلة، فإن آثار الصحابة في المناسك لها أثر عظيم، وجملة من مناسك الحج لا عمدة لنا فيها إلا ما نقله الصحابة رضوان الله عنه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالآثار عامة وبآثار الحج خاصة.